يمكن النهارده الحديث عن الامن القومي والحفاظ عليه، وده بيتردد دلوقتي بشكل كبير، وده الحقيقه ده دور اصيل ورئيسي للقوات المسلحه، وهو حمايه الحدود المصريه وتامين الامن القومي المصري ومصالح مصر. وهنا لازم اسجل واكد ان مصر ابدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش ابدا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايما كل اهدافها ان هي تحافظ على ارضها وترابها دون ان تمس. وهنا برضو مهم قوي ان انا اقول ان ده معناه ان الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس، هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز. وهنا عايز أقول في ظل الظروف اللي موجودة في المنطقة دلوقتي، وكلامي هنا لينا كلنا للعسكريين والمدنيين، مهم قوي مهم قوي انك انت وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة ولا تطغي، ما بقاش فيه طغيان، ما بقاش عندك اوهام بقوتك اللي موجودة. انا بقولها لينا كلنا عشان يعني ساعات اسمع كده كلام يقولك مادام عندنا، يعني لا، انت عندك عشان تدافع عن نفسك، عندك عشان تحمي بلدك، وعندك عشان تتعامل مع الظروف بعقل ورشد وايضا بصبر. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل واستمعنا الآن إلى بعض الكلمات اللي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أثناء حضوره اليوم لاصطفاف والتفتيش العسكري اللي حصل في السويس. وزي ما أنا قلت لحضراتكم الكلام اللي أنا يمكن دردشت معاكم فيه في المقدمة كان جزء من الرسائل اللي أطلقها السيد الرئيس دلوقتي في أنه الجيش المصري بنظهر قوته بنظهر استعداده بنظهر عنفوانه وجاهزيته مش للتهديد ابدا لكن للدفاع واستخدام هذه القوه طول الوقت بالمصطلحات اللي الرئيس قالها اللي هي العقل والرشد. وده كلام يحتاج الى فهم سياسي استراتيجي عسكري خبير، ولن نجد خبير افضل من ضيفي العزيز اللي مشرف ونور سياده اللواء نصر سالم، واحد من ابطال حرب اكتوبر المجيده واستاذ العلوم السياسيه والاستراتيجيه والعسكريه باكاديميه نصر العسكريه. اهلا وسهلا سياده اللواء. اهلا استاذ تامر، شرف ومنور يا فندم. ربنا يبارك فيك. وقبل كل شيء كل سنه وحضرتك طيب، لان احنا ما زلنا بنحتفل باليوبيل الذهبي 50 سنه على انتصارات اكتوبر المجيده اللي كنت حضرتك واحد من صناعها وشركائها الاساسيين. كل سنه وانت طيب، ومصر والعروبه كلها طيبه، ويا رب دايما من نصر الى نصر باذن الله. وطبعا برضو البداية الواجبة هو تقديم خالص العزاء في الدماء والشهداء اللي بتسيل من أبنائنا في الشعب الفلسطيني، وربنا يلهمهم طبعا الثبات والقوة بإذن الله إن شاء الله. سيادة اللواء، أولا خلينا نبدأ بالأحدث باعتبار خبرتك العسكرية الكبيرة والطويلة، كيف رأيت الاصطفاف العسكري النهاردة؟ إيه الانطباع الأول اللي تولد إليك؟ أنا تولد إلي كمدني كلام قلته، لكن أكيد العسكريين لهم رؤية مختلفة. بالضبط، هو في حاجتين اتنين شفتهم في وقت واحد. أولا اطمئنان ليا كمصري، وبالتالي الشعب المصري كله يطمئن. الرسالة التانية هي رسالة ردع إلى كل من يفكر في تهديد للأمن القومي المصري أو تهديد أي مصلحة مصرية داخل أو خارج بلادنا. تمام، ده الرسالتين اللي ماشيين، كل واحدة لها اتجاه، واحدة في اتجاه العدو، واحدة في اتجاه قواتنا أو في اتجاه أمتنا. مفهوم. طمأنة لأمتنا العربية وردع لمن يفكر إن هو يعتدي أو يهدد أمننا أو ترابنا أو مصالحنا. عسكريا يعني إيه اصطفاف؟
بص حضرتك، اصطفاف دي ده معناها ان هذه القوة الوحدة اللي هي جاهزة للقتال دي النهاردة، يعني ده كان تشكيل مدرع النهاردة ضمن التجميع القتالي للجيش الثالث الميداني. وما بنقول تشكيل مدرع اللي هو بيتكون من فرقة يعني اتنين لواء مدرع زائد لواء ميكانيكي زائد وحدات معاونة اخرى. هذه الوحدة او معلش تاني يا فندم، الاثنين اثنين لواء مدرع، اثنين لواء مدرع ولواء مشاة ميكانيكي زائد وحدات مدفعية زائد وحدات ميكانيكية، دول كلهم اسمهم معاونات دي كلها على بعضها اسم، ده تشكيل فرقة مدرعة. تشكيل فرقة مدرعة. فرقة مدرعة. تمام. طيب التشكيل ده النهاردة انا لما بعمله اصطفاف بنسميه اصطفاف تفتيش حرب. تفتيش الحرب ده النهاردة معناه ان بعد ما تمام حصل التفتيش عليه بقول له تمام اتفضل نفذ مهمتك. نفذ مهمتك كويس. نفذ مهمتك يعني هو واخد المهمة، عامل تقدير موقف، متخذ القرار بتاعه معاه على خريطته، عامل حساباته معاه كل المستويات من الوقود اللي هيحتاجه طول المدة للذخائر بتاعته، كل الناس اللي معاه فاهمه مهمتها ايه. يعني وانس اقول له نفذ، هنا بيبقى القيادة بتتأكد من جاهزية التشكيل للقيام بأي مهمة. تمام. اسمه حتى اسمه تفتيش حرب، اصطفاف تفتيش حرب. طب خليني هنا دي عشان نقطة مهمة أوي، تفتيش حرب، لأن في ناس على السوشيال ميديا، وأنت عارف طبعا السوشيال ميديا مليئة بالآراء والاجتهادات وبعض الأحيان الفتاوي، يعني في ناس فهمت تفتيش حرب إنه إعلان حرب. لا، ان هو جاهز لتنفيذ، لان كلمة حرب بتدي المدلول. ما هو كده، ما هو يعني هو شغلته ايه؟ شغلته ان هو اذا حارب، حارب لكي يحمي بلده. صحيح. يحمي امنه. صحيح. فمعنى كده ان هو جاهز، جاهز ان هو ان هو يدخل الحرب في هذه اللحظة. لكن مش معناها ان انا بعلن الحرب. لا، مش اعلان ده. بقى هنكمل بقى يعني ايه، يعني ايه اظهار؟ ده اظهار لقدرتي. حلو. لما بنعلنه كده في الاعلام اظهار لقوتي. لماذا؟ ايوه، انا عندي دلوقتي اي قائد او اي قيادة لاي دولة مسؤولة عن ايه؟ عن تحقيق او الحفاظ على امن القومي لبلده ولوطنه. صحيح. تمام. طيب الامن القومي ده عشان احافظ عليه وعلى امن كل مواطن وعلى امن تراب الوطني وعلى مصالحي وكل الكلام ده، قدامي احدى استراتيجيتين، وبالبلدي كده كلمة استراتيجية يعني طريقة. صح. طريقتين. الطريقة الأولى أو الاستراتيجية الأولى بنسميها استراتيجية دفاعية. يعني إيه استراتيجية دفاعية وطريقة دفاعية؟ يعني حضرتك عندك الجيش أهو مستعد، عينك على العدو وعارفه كويس جدا، معلومات جاهزة، بتبقى إيه بعد التفتيش ده أي عدو يحاول يفكر إنه أو يعتدي عليك بتواجهه، بتدخل معاه في حرب، تهزمه وتنتصر عليه، وكده أبقى إيه حققت أمني الوطن او امن القوم. مظبوط. انا كده ايه انتصرت. طيب حتى وانا منتصر مش تكلفت ليا حتى خسائر في الارواح، مش في خسائر ماديه، مليون في خسائر طبعا، تكلفه لهذا النص. صح. طيب هل ممكن احقق هذا الامن او هذه المهمه اللي هي حمايه امن القومي دون ان اتكلف خسائر في الارواح وخسائر ماديه وخسائر كل الحاجات دي؟ يا ريت. يبقى افضل. يبقى افضل. ممكن استراتيجيا، ممكن. كيف؟ باتخاذ او بتبني استراتيجية الردع، اللي هو طريقة الردع. يعني ايه الردع؟ يعني المنع، يعني امنع عدوي، اردعه، اخليه يفكر بدل المرة 10 قبل ما يحاول انه ايه يعتدي علي او يهددني. تمام. يفكر ويمتنع. طب ازاي هنا يا فندم؟ الردع زي ما فهمت من حضرتك كده معناه هو التلويح بالقوة مما يجعل الآخر يفكر ألف مرة قبل يعني هجوم عليا. يعني منع، أخليه يمتنع، يمتنع عن اللي هاجمني، أنه يهددني أو يعتدي علي. تمام. تمام. طيب إزاي؟ أيوة. لها شروط أو متطلبات. أول حاجة أن أمتلك قدرات أقوى مما لدى عدوي. أنا عارف عدوي وعيني عليه وعارف إيه أهدافه، وبالتالي عنده سلاح إيه، قوات جوية إيه، برية، قوات بحرية، دفاع جوي إيه، يبقى عندي هذه المنظومة من التسليح أقوى منه. ده رقم واحد. تمام. تمام. طيب البند الثاني أن أظهر له هذه القوة. إزاي؟ يعني تخيل حضرتك
انت قاعد كده وفي واحد جايب سكينه وجاي يعتدي عليك. تمام؟ طول ما انت قاعد مكانك اللي هتقوم كاستراتيجيه دفاعيه هتقوم وتخش معاه في قتال وتاخد منه سكينه وتضربه هو وتنتصر عليه، دي اسمها دفاعيه. صح. طيب لو تخيل بقى لو حضرتك معاك مسدس وهو معاه سكينه ورحت مطلع له المسدس ده قبل ما يجي ناحيتك هيجري، هو شاف المسدس. صح. شاف، اكتشف وتاكد انك تمتلك قدره اكبر مما لديه وانك قادر على انزال عقاب به اكبر من اي مكاسب هو يحققها. حلو. هل هو هيتقدم يجي ناحيتك يهاجمك؟ يبقى مجنون. صح. هو دي الاستراتيجيه الدفاعيه، الردع، استراتيجيه الردع. ان امتلك القوه واظهرها قدام عدو. تمام. ثم تكون لدي الجديه في استخدامها، مش مجرد ان انا، طب انا اسف معلش واستحمل سذكتي شويه في الاسئله، لان انا بنقل لك كيف يستقبل المدنيون الافكار العسكريه والمشاهد العسكريه. من بعض الناس حتى كتب النهارده يقول لك هو من الذكاء ان انا اعرض اوراقي واعرض ادواتي واعرض قوتي واعرض امكانياتي، المفروض دي تبقى امور سريه. شوف النهارده المفاجاه اللي احنا عملناها في 73، المفاجاه ليها اربع نقاط، مربع كده ليه اربع اضلاع. حلو. تمام. ايه هم؟ ان اهاجمك في توقيت غير متوقع انت لا تتوقعه، من مكان انت لا تتوقعه، باسلوب انت لا تتوقعه زي ما حصل يعني. ثم بسلاح انت لا تتوقعه. احنا في 73، احنا في 73 كشفنا دول بالكامل قدام العدو بتاعنا، واقنعناه بشيء تاني، ان احنا مش هنحارب، ان احنا ليست لدينا نية للحرب. صح. ودي قمة الخداع. النهاردة المعلومات بقت متاحة للجميع، الوضع اختلف، ان انا اعرف عندك سلاح ايه، بعرف قدراته ايه، خالد على الجينز كل ده زي ما بتعرف اي معدة بتعرف قدرات اي سلاح. صح. وبيقفوا اصحاب السلاح، مصانع السلاح بيعرضوا، يمكن بتشوف في بعض القنوات بييجوا بيعملوا كانه بيعمل مثلا على مسحوق غسيل. ده دلوقتي بقى في معارض للاسلحه وللمعدات العسكريه، غير المعارض بيجي في قنوات وتجد قنوات معينه كده بيعرض السلاح وقدراته وامكاناته وكل الكلام. مظبوط. ده فاذا دلوقتي انا اظهاري ده مطلوب عشان اقنعه انك لن تستطيع ان تنتصر علي، لن تستطيع ان تهددني، فباظهر هذه القوه. تمام. ده رقم واحد. طيب اظهرها ازاي؟ نشوف الاظهار. اما بالاستعراضات العسكريه، كل دول العالم بتعمل استعراضات عسكريه. طيب واللي مش عايز يعمل استعراض عسكري ممكن، انا عندي دلوقتي مراكز الدراسات الاستراتيجيه في العالم والمجلات العسكريه والجنز وكلام جايبه لك كل، ويقول لك حتى ترتيب العالم الجيش الفلاني ده رقم واحد، ده اتنين، ده رقم 100 وهكذا، بيه اللي عنده عادي. طب ايه تاني ممكن اعمله؟ لو انت دخلت حرب وانتصرت فيها اظهرت كراماتك وبركاتك وقدرتك. صح. تمام. التدريبات العسكريه، المناورات اللي انا بعملها وبعلن عنها والاعلام بيجي وبيشوفها، اكتر من كده المناورات والتدريبات المشتركه. انا لما بجيب النهارده زي امريكا مثلا في مناوره البرايت ستار اللي انا بعملها تقريبا سنه وسنه للنجم الساطع، النجم الساطع، وبجيب فيها ممكن 100 دوله تيجي تشترك معايا. انا بتعلم منه وهم بتعلم منه بقى، وفي نفس الوقت بأظهر قدراتي، بيشوفوا انا بعمل ايه. يعني العالم كله بيتكلم عنك، فاذا ما بيبقى عارفين كل واحد قدرات التاني. مفهوم. ويعمل له الف حساب. يعني ده واحد من الاهداف. طبعا. لان انا بعض الاحيان ما ببقاش فاهم قوي الهدف من المناورات العسكرية المشتركة، ابقى عارف ان فيها تعاون وفيها تبادل خبرات واتعلم منه واتعلم مني، بس ما ببقاش فاهم ازاي يبقى المعلومات متاحه قوي كده قدام طرفين مش في نفس المؤسسه العسكريه. ده انا بوري قدرتي ومدى مهارتي وان انا مستوعب السلاح قد ايه وبنفذ مهامي ازاي بالشكل ده، نجاحي وقدراتي وامكاناتي كل ده، دي رسائل ردع لمن يهمه الامر. يعني دي كمان داخله في الاستعراض العسكري اللي هدفه الردع. طبعا. انت فاكر لما رحنا عملنا مناوره في البحر الاسود مع روسيا وكنا في الوقت ده علاقاتنا بتركيا ما كانش طيبة، وعبرنا من البوسفور والدردنيل والاسطول المصري، عبر ودخل وراح اتدرب ورجع،
انت مدخل اهو انا اهو صحيح نحن هنا تمام بقدراتنا اهي. خلي بالك ده منها اتجاه العدو لردعه واتجاه امتي لطمأنتها تمام. ثم زي ما بنقول دايما انت كرئيس دولة لو لم تكن مقنع بانك انت جاد فعلا هدي مثل بسيط جدا فضل. لما جينا كان في تهديد على حدودنا الغربية وطلع عملنا مناورة تمام اكتر من مناورة في الاتجاه ده واتعمل تفتيش حرب لقيادة المنطقة العسكرية الغربية بالكامل فيها تجميع قوات جوية بحرية جوية برية دفاع كل ده وهناك على الحد الامان توقف على الحدود والقائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية بيوجه رسالة بيقولك الخط سرت الجفر خط احمر ده بعد ما تفتيش حرب يعني الناس جاهزة اقول له جو هيكون نط هناك تمام جاهز اهو ادي طيراني ادي بحريتي ادي كل قدراتي وانا هنا بعد ما فتشت عليهم بقول لك تحذير اهو اللي هيخط الخط ده خط احمر هي دمه هيسيل عليه ده لو حتى مش في ارضي ده بعد نبي. ألف كيلو من حدودي أي. ألف كيلو لو لم يشعر هذا الجانب اللي انت بتوجه له رساله الرد بجديتك وقدرتك كان سمع كلامك ولا كان وضعه في اي اعتبار والدليل ان محدش قرب من الخط الاحمر ده محدش هو بناحيتها صحيح تمام دي حاجه انا عايز برضو ااكد على حاجه مهمه جدا فضل. عشان لحسن فيه برضو زي ما حضرتك بتقول في ناس كتير مش فاهمه واحنا مسؤوليتنا ان احنا نوضح طبع. مش عيب طبعا القدرات الدوله يعني انا على المستوى العسكري لو جيش هيحارب جيش او تشكيل قدام تشكيل حجم قدرة قوة عسكرية قدام قوة عسكرية بنعمل حاجة اسمها مقارنة هو عنده كم دبابة انا عندي كم دبابة هو عنده كم طيارة انا كم طيارة كم وهكذا دي اسمها مقارنة عددية ثم مقارنة نوعية الطيارة عنده امكانياتها ايه طب انا امكانياتي ايه يبقى هو الطيارة اللي عنده تساوي طيارتين عندي او طيارة ونص الدبابة عنده ايه دي كده على مستوى الدول بقى عددية ونوعية مقارنة عددية ومقارنة نوعية كويس تمام طيب على مستوى الدول هدي مثال العالم كله فاكره وما ينساهوش سنة 1942 في الحرب العالمية الثانية لما أمريكا ما كانتش دخلت الحرب صح واليابان ما شاء الله كانت يعني هي نجم الايه المشهد أيوة وعمالة تعمل في الصين اللي هي عايزاه وصل لها معلومات ان أمريكا بتساعد الصين فجابوا القائد العسكري اللي هناك اسمه ماماتو قالوا له عايزين ايه يعني نوجه نضرب امريكا او بمعنى اللي احنا بنقول عليه نعلم على الامريكان عشان ما يساعدوش الصين الراجل كان واضح جدا معاهم هذا القائد ما ماتوا ده قال لهم خلوا بالكم لو الحرب من 6 شهور لسنة انا هعمل زي الفرس الجامح في وسط امريكا هعمل زي ما انا عايز بس لو الحرب طالت عن سنة انا مش مسؤول عن النتائج لان دي بقى دخلت في حاجة اسمها قدرات الدولة الشاملة مش بس قدرة عسكرية ده قدرة عسكرية واحد في قدرة اقتصادية في قدرة سياسية النظام الحاكم اللي بيدير العقل بيدير الدولة دي كلها قدرة دبلوماسية علاقتك بالدول وتحالفاتك معاها القدرة الإعلامية القدرة التكنولوجية القدرة الرائعة والكبيرة جدا جدا اسمها الكتلة الحيوية اللي هي قيمة الموقع بتاعك وإيه اللي انت عامله في زراعة في نهر نيل في كم فدان مستصلحين في غاز في بترول في مدن موجودة عليه في قرى صحيحة في شبكة طرق يعني قوية وسليمة في الحاجات المنشآت دي ثم من فوق الأرض مستوى الصحي بتاعه مستوى التعليم كل دي حسابات كل ده على درجات مش انت عندك آلية دولية اسمها التنافسية الدولية دي صح. اللي بيقولك مستوى الدولة في التعليم كذا صح. ترتيبك بيقولك ترتيبك في الطرق كذا آه. ترتيبك في التعليم ترتيبك في الصحة ترتيبك ما اذا انا عشان اخش مع اي دولة انا بحسب لها بتحسب درجات على سبيل المثال اللي مش فاهمين يعني ايه الطرق اللي بتتعمل دي ده انت البنية التحتية اللي انت عملتها او الكتلة الحيوية اللي انت اضفتها في 7-8 سنين اللي فاتوا دول دي رفع قدراتك الشاملة هدي لك مثل او حاجة ايه عشان الناس تبقى معانا احنا بعد 30 يونيو كان في دولتين اتنين بس دول اللي علاقتنا بيهم ما كانتش طيبة وبدأوا يعني كانوا زي ما بيقولوا بيشتمونا ايه على السبحة
الدولتين دول علاقتنا بيهم ايه دلوقتي؟ بقت طيبه جدا. مظبوط. هل احنا خدنا جيش ورحنا حاربناهم؟ لا. هل رحنا اعتذرنا لهم؟ ابدا. انت اشتغلت على نفسك، اشتغلت على نفسك، زودت قدراتك العسكريه، قدراتك الاقتصاديه، كتلتك الحيويه. يعني انا زي ما بقول ايه، ان شق طريق اللي انا بعمله لا يقل عن تسليح جيش. مفهوم. انا لما بعمل بصلح مليون فدان وبعمل مش عارف ايه والدليل انه التعمير والعمران والانفاق اللي اتعملت في سينا، كل ده ده مهم جدا لامن سينا القومي. دي قصه القومي. تانية. ارجوك قبل ما امشي من هنا خليني اديني مساحه طبعا. لا لا طبعا. اشرح سينا بالذات طبعا. فاحنا بنتكلم في ايه؟ نرجع بقى لليابان. لما ضرب ممات وضربهم، امريكا عملت ايه؟ راحت قايمه منفضه هدومها بالراحه كده ومسكت اليابان وفين يوجعك. ثلاث سنين عماله زي القط اللي عمال يضرب الفار كده وكده. اليابان تيجي تستسلم، بس استنوا ما نجرب البومبتين دول، لحد ما ضربوا هيروشيما وناجازاكي وجربوا الاثنين قنبله ادويه ذريه، قالوا لهم ما ممكن الامبراطور بتاعكم يروح يسلم نفسه في السفاره عندنا. خلاص احنا كده عملنا اللي خلاص عايزينه. عملوا في ليه؟ ما حسبوهاش بقدرات الدوله الشامله. والراجل ما ماتوا زي ما بقول لحضرتك كان قائد استراتيجي صادق، قال لهم انا ممكن اضرب امريكا لو انتوا الحرب مش هتطول عن سنه. مفهوم. اكتر من سنه قدرات الدوله فين؟ صح. قدرات اليابان قدام امريكا لا تساوي شيء. صح. فكل شوف بقى ادي قدرات الدوله الشامله. ولذلك النهارده اللي مش فاهم احنا بنستصلح ارض ليه؟ بنعمل طرق ليه؟ بنعمل حاجه مهمه جدا اللي انت بتعمله في مثلا حياه كريمه النهارده. ده حاله الرضا ورفع مستوى الريف بتاعك، ده قدره زودت الكتله الحيويه عندك لابعد مدى. مفهوم. في الميزان الاستراتيجي اما بيجي يحسب لك النهارده، كل الناس عماله النهارده بتحسب انت ايه اللي خلاك البريكس تقول لك تعالى اتفضل عندنا وقالت لدول كتير لا. صح. ما الناس دي بتحلل صح. فانا زودت قدراتي الشامله من ضمنها قدرتي العسكريه، ده اللي مخليك النهارده قاعد مطمن. انت متخيل ان انت ده انت عندك الجنوب في مصايب، الغرب نفسه ادي الشرق ما سكتش، في الشمال العمليه ما هيش على هوانا. صحيح. ورغم هذا قاعد مستقر وفي امن وفي امان، ولادك نازلين رايحين المدرسه الصبح، ضامن ان ما فيش حد ينام من غير عشاء. الحمد لله. كلنا في منتهى الامان، جيراننا 360 درجه لا يتمتعوا بهذا، كله بفضل الله. ولكن ربنا قال ايه؟ وقل اعملوا، فلولا ان انت بتعمل ما كانش ربنا ادالك الامن والامان ده. لا ده في عقل شغال في دولاب عمال بيخطط عمال بيدير بيعمل الحاجة صح. ما نجيش يقول لك الاسعار زايدة عايزين ناكل عايزين ما انت وانت طب انا هأكلك ان دلوقتي لو سألت، وانا شفت احد المراسلين في قطاع غزة بيقول لهم انتوا ايه يعني مستنيين عشان نخش المساعدات الانسانية؟ قال له مساعدات ايه ونيلت؟ احنا عايزين وقف اطلاق نار، ما حدش بيفكر في الاكل، عايزين نعيش، عايزين نحس بالامان. شوف الكلام التعبير اللي هناك، قال له ما حدش يفكر في الاكل والشرب دلوقتي. طبعا في اولويات. انت متخيل يعني ايه انك قاعد في دوله بتنام وانت مطمن وباب بيتك مفتوح، ضامن ان اولادك رايحين المدرسه راجعين لك اخر النهار، ما حدش بيكلمك، ما حدش بيعتدي عليك، ما فيش بكره عندك، ضامن اولادك ان شاء الله مستقبلهم رايح. الناس مش حاسه بدي؟ ما هو دي خلي بالك حاله الرضا دي احد القدرات بتاعتي مليون في اللي انا لازم افهمها. طب تعمل حاله رضا في المجتمع ده ازاي وانت عندك مثلا كم الف قريه حالتها تحت الصفر، مش لاقيين، ما عندهمش كهرباء، ما عندهمش صرف صحي، ما عندهمش ماء شرب، وفي ناس تانية ما شاء الله يعني ايه في مستوى المدن الجديده الجيل الرابع. صح. يبقى انا لما كقياده انزل اعمل حاله من الرضا لمئة مليون، وهو ده المجتمع كله كالبنيان يشد بعضه بعضا، مش كل واحد يلا انا نفسي. انت بتخلق حاله من الرضا في هذه الدوله، ودي اقوى سلاح اللي هو يبقى الحاله المعنويه. ده في قدرات الدوله الشامله. بقول لك كل القدرات دي زائد زائد زائد، ولما باجي في القدره المعنويه بقول ايه؟ في يعني لو الحاله المعنويه صفر كل اللي عندك ده بقى صفر. اوف. انت بتتدرس في حرب 67 ألم، بيدوا مثل بيقول لك ليس معنى هزيمة جيش ان الدولة اتهزمت،
ويدوا مصر كل قدراتها اتضربت إلا قدراتها المعنوية، فأحيت كل القدرات مرة تانية بسبب المعنويات. ده انت انا واحد من الناس، والكلام ده اتكلمت فيه كتير. كان اسود يوم في تاريخ مصر يوم 9 و10 يونيو، حتى ما بنقولش الا 9 و1 و10، يوم الجيش راجع كله مهزوم، القائد الاعلى كل القيادات استقالت، ما فيش مخ لا في راس ولا في جيش يدافع عنه. 9 و10 يونيو احلك ايام التاريخ. هو اليوم لو تيجي بقى في الدراسه السياسيه والاستراتيجيه اعظم ايام التاريخ. ليه؟ لان كل القدرات اللي راحت دي بقيت الاراده، الحاله المعنويه. ده انت رئيس الدوله بيقول لك سلام عليكم انا مش قادر اشوف حد غيري، بتروح تقول له تعالى، ما ها هنا يترك الربان سفينته، هنحارب هنبني جيش. ده مين اللي عمل الكلام ده؟ الشعب. هي دي الاراده. بيدرسوا الكلام ده في العالم بره واحنا مش واخدين بالنا ان ده من اعظم ايامنا في التاريخ، يوم الاراده المصريه. مش انك انتصرت، انك ارادتك ما اتهزمتش. اي دولة مهما اتهزم معركة 2 3 4 وبقيت الارادة، كل ده سوف يتم استعادته. هو ده اللي احنا بنعمله النهاردة، حالة الرضا، حالة الارادة، حالة الصبر. ده انت كل اللي انت بتعمله بتغيره هي ارادة الشعب المصري. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال علينا خير اجراد الارض ليه؟ ما لازم نعرف ان هو اللي حط فينا الصفة دي، الارادة دي اللي ما بتنامش. ما هم ليه اتقالوا اتخذوا من مصر جندا كثيفا فانهم خير اجناد الارض؟ ليه خير اجناد؟ في الرباط الى يوم الدين. طب اللي في الرباط الى يوم الدين ده يعني ما تهزمش ارادته. ما هو عمال بيحارب، جوله يتهزم فيها، جوله اتنين، لكن ارادته ثابته طالما بقيت ارادتي. ولذلك احنا حتى في التعبير الاستراتيجي او لما تيجي تدي مهمه بتقول هزيمه اراده العدو، لانك مهما تهزمه في معركه هيتحرق يجيب عيش تاني ويحارب تاني وتالت ورابع. ده انت في عز ما امريكا ساعدت اسرائيل وعملت ثغره غرب القناه وقال لك عبرنا وعملنا، جالك تاني يوم كيسنجر يقول لك اوعى تدمر الجيش ده، لو حاولت تدمر اللي في الثغره هتدخل جدك بالجيش الامريكي مباشره. لما السادات قال له ولو لاخر قطره دم عندي هحرر ارض، قال له ارضك هترجع، أرضك هترجع. إسرائيل، أنا جاي ببلغك إسرائيل على استعداد سلمك. ده هم إيه؟ وهم معديين عندنا. صحيح. قال له إسرائيل هتسلمك أرضك بالكامل، إنما لو حاولت بقى تضمن الجيش الإسرائيلي ده هتحارب أمريكا والبنتاجون مش هيسيبك. ده الكلام اللي قاله كسنجر. تمام؟ لولا هو بقى أنت ناس كتير إيه يقول لك خلاص عدوا ومتخيلين هم، طب هم عدوا وإحنا عدينا. طب جاي يقول لك، جاي كيسنجر ليه يقول لك خد ارضك وهنرجعها لك؟ لانه ذاق بأسك. لولا امريكا لحقته وبالجسر الجوي وبالقوات الجويه بتاعته وبالقوات، ما كانش وقف قدامك. صحيح. ده هي بس يا دوب سندته قدامك كده وقالت لك عم هو ينسحب ويديك ارضك. ادي الاراده. فاللي احنا بنعمله النهارده التفتيش الحرب والاصطفاف اللي حضرتك بتتكلم عليه ده اظهار لقدراتك. يا اللي بتفكر تهدد شبر عندي ولا حبة تراب اللي بتدوس عليها برجلينا دي، اهو ادي ايه، ادي اللي يعني ادي قوتي، ادي قوتي، وادي قوتي. ويا شعب مصر يا اخواننا يا عرب اطمنوا، في ليكوا رجالة. الجيش ده كله بقولك يشوف دماء هذه القوات المسلحة، بل دماء ال100 مليون عندنا ارخص من حبايه رمل واحد يدوس عليها برجله اجنبي او صديق. ترابنا الوطني اغلى من حياتنا، وده اللي احنا اتعلمناه، وده الرساله اللي بنبعتها للعالم كله. ادي الايه المعنى بتاع الاصطفاف بتاع النهارده. ما عنديش كلام، نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستمتع باللواء نصر سالم وناخد حضراتكم في رحله الى ارض الفيروز سينا ان شاء الله. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل، ويتواصل حوارنا مع سيادة اللواء نصر سالم الممتع الحقيقة في سرده وفي شرحه وفي تفهيمه للأوضاع الاستراتيجية والعلوم العسكرية والسياسية بشكل مبسط. وطبعا تحسوا من نبراته كده، خدتوا بالكم ان انا ما بقاطعش وما بحبش اسال وبتاع، لانه النبرات الوطنية دي بتخليك دايما عايز تسمع اكتر وتتعلم اكتر. يعني سينا
سينا سيادة اللواء الحقيقة تظل هي المطمع دايما، وهي بوابتنا الشرقية اللي طول الوقت التهديدات بتيجي من ناحيتها، وطول الوقت الأطماع الصهيونية مركزة عليها من بداية إنشاء هذا الكيان سنة 48 وما إلى ذلك. وانت طول السنين اللي فاتت، انا بكلمك سنين دي يعني معناها 50 سنة واكتر، انت بتحاول ان انت تحافظ عليها وتعمرها لكن في النهاية تظل هي التهديد. الدولة المصرية لو حضرتك بتشرح للناس كيف تفكر في سيناء والامان بتاع سيناء ووقف التهديد على سيناء. طيب سيناء بالنسبة لنا هي درع مصر الشرقي. تمام. ربنا سبحانه وتعالى اديها لنا وحطها صفها كده في ثلاث مصفوفات جبلية من الحدود لحد القناة، ثلاث حوائط جبلية، حائط كده على الحدود مباشرة، العمر والوجير وضالفة والحلال وصفراء الحمص، خمس جبال مصفوفين كده عاملين حائط، اللي يركبه محدش هيقدر يعدي الناحية التانية. كويس. ده على الحدود مباشرة. بعديه بخمسين كيلو حائط تاني كده برضو أم عصاية اللي هي جيب المغارة الطبوغرافي ويلق ونخل والبروك وخبال حضرتك وغرة، مجموعة جبال كاملة عاملة كده برضو في وسط سيناء زي المانع كده لحد ايه الهضبة بتاع العجبة او العجمة او التيه، ده اسم واحد لتلت اسماء لحاجة واحدة اللي هو هضبة اللي في جنوب سيناء دي. كويس. دي برضو من خلالها اربع ممرات او خمس ممرات يعني متسعة شوية بس ايه سهل السيطرة عليه. مفهوم. نرجع بعيد عن القناة بالضبط من 70 إلى 30 كيلو، ده عمق الحائط الجبل ده اللي هو بنسميه الحائط الغرب لسينا. تمام. الحائط الغرب ده داخل كتلة من الجبال كده، ام رجام، سحابة، ام خشيبي، جدي، الطوال، الراحة، سمار، بضيع كده، في وسطيهم خمس تبوابات، خمس مضايق فيهم كده تسيطر على الطريق على اسفلت بس. حلو. يعني لو احتليته اللي يفوت يموت. كويس. كويس. عايز احسن من كده ارض؟ لا. تقول لي ما احنا اتسحبنا منها قبل كده، اقول لك اتسحبنا، انسحبنا لكن ما اتهزمناش فيها. يعني في 56 صدرت الاوامر بالانسحاب لان كانوا اسرائيل هجمت وراحت جايه ايه هجمت يوم 29 اكتوبر سنة 56 هجم شارون باللواء بتاعه، وتصدت لي قوات مصرية من مذكراته دمرنا له أو قتلنا له 38 ضابط وعسكري وما قدرش يخترق في ممر متلة ولا 100 متر. حلو. كان ده 29 اكتوبر. 30 اكتوبر جاء الانذار الانجليزي الفرنسي بيقول لك الجيش المصري ينسحب الى الخط 10 كيلو متر غرب قناة السويس، يعني اسيب سيناء كلها، والجيش الاسرائيلي اللي لسه هناك عند حدوده ينسحب الى الخط، بيقولوا انسحب لقدام 10 كيلو متر شرق قناه السويس، يعني خش احتل سيناء. طيب. لكي تقوم القوات البريطانيه والفرنسيه باحتلال ضفتي القناه وتامين الملاحه الدوليه. عبد الناصر رفض الكلام ده يوم 30، 31 راحوا ضاربين جميع مطاراتنا بالطيران الانجليزي والفرنسي، وبدا ينزل مظلات في الجميل في بورسعيد، وبدا الاسطول الانجليزي والفرنسي يهاجم، فظهرت القناة هي الهدف بتاعه. صحيح. فسحبنا الجيش عشان ندافع عن القناة. ده 56. 67 كان خطأ بين والله العادي عودها، ويعني مش عايزين نتكلم عليه. الحمد لله. 73 لا ده عملنا في مدرسة. هدي مثل صغير قوي، كان لنا سرية صعقة، يمكن مش سرية صعقة، 30 راجل نزلوا إبرار يوم 6 أكتوبر على مضيق السدر. ده مضيق ده طوله 17 كيلو في الحائط الجبلي ده. قعدت سرية الصاعقة دي او التلاتين راجل صاعقة دول قعدوا قافلين هذا المضيق من يوم 6 ليوم 26، اسرائيل بتضربهم بكل ما اوتيت من قوة ما قدرتش تعدي منهم. اذا الارض بتتكلم عربي، الارض تلاتين راجل لحد ما استشهدوا وقف اطلاق النار استشهد معظمهم، اللي فضل رجع حكى الحكاية. تمام. فادي ايه؟ لا دي سينا. تمام. ربنا اداها لنا اهي. طيب ليه هي مطمع؟ وفي الادبيات يقول لك طب خد عندك ليه؟ برضو عشان ايه؟ معلومات الكل عارفها ومش بزيع سر، لان هم عارفينه وهو ده اللي ايه اللي بينقشونا فيه. سينا 60,000 كيلومتر مربع. مظبوط. تعداد البدو اهل سينا الاصليين 500,000 نسمة كلهم على بعضهم في 60,000 كيلو. تمام. تمام. فيقول لك الله انت قاعد في 60,000 كيلو بنص مليون
وإسرائيل هي 20,000 كيلومتر، تلت سيناء فيها 8 إلى 9 مليون نسمة، منهم 6 يهود، والاثنين الثلاثة التانيين دول فلسطين بتوع اللي هم خدوا الجنسية الإسرائيلية، عرب 6 عرب 48. قطاع غزة 365 كيلو، فيه 2.5 مليون، 365 كيلو. الضفة الغربية 6,000 كيلو، فيها 3 مليون. فدايما يقول لك الله، طب ما هو خد دول، ليه انت عندك الفراغ؟ ما بيندهمش حاجة اسمها التراب الوطني. ولذلك لما ايه جه سنة 2004 واحد اسمه جيورا ايلاند، ده مستشار امن قومي اسرائيلي، عمل خط التبادل الاراضي، ان خدوا حتة ارض من عندنا وادونا ارض قدها جنب غزة، ولما اسرائيل تاخد الارض منا وتدينا حتة في النقب، تدي الارض ديت للفلسطينيين يعملوا دولتهم في غزة، ولا بقى لضفة غربية ولا بقى حاجة تانية، وتخلص القضية دي. مبارك رفض الكلام ده من 2004 و2008 و2009، قالوا ما عادش ينفعنا اللي بيقولك الارض عرض، ده ما ينفعناش. طب نجيب مين؟ نجيب اللي بيقولك الارض ما التراب الا، او الوطن الا حفنة من التراب العفن، هم الاخوان. جابوا الاخوان اهو، محمود عباس موجود اهو وفي فيديو، وبيقول لما عرض عليه مرسي قال له انا هديك حتة شقفة من عندي تعملوا عليها بقى الوطن بتاعك وخلاص. قال له ده انت كده تضيع القضية. قال له انت مالك، انا بديك شقفة من عندي، كان الكلام على 720 كيلو انا هديك 1500. تخيل يعني. المهم ايه، ادي ادبياتهم. مبارك ما نفعش يشيله، اعمل له ربيع عربي وهات اللي يوافق، وجابوا الاخوان ومتفقين معاهم من البداية. دي قصة. المهم نيجي في البداية، في كل التاريخ اللي فات كل رئيس وكل نظام بيجي عارف ايه المرض، لكن ما حدش جاء العلاج الا عبد الفتاح السيسي. اللي هو ايه؟ اعمار سيناء بالبشر قبل الشجر والحجر. انت بتقول لي فيها فراغ ديموغرافي، لا ده انا هخليها تتملي سكان من اللي عندي، الكثافه اللي عندي انا هفكها هناك. وبالتالي لما خصص 700 مليار جنيه وبدا بانهاء الفصل القسري بين سيناء وبين الوطن الام، 5 أنفاق، ومنافق احمد حمدي 6 أنفاق، بعد ما كنت تبات ليله عشان تعدي الناحيه الثانيه 10 دقائق رايح جاي من تحت النفق. صحيح. 400,000 فدان او 450,000 فدان تم استصلاحهم. وانا بكلمك دلوقتي بيعبر يوميا من اسفل قناه السويس 2 مليون متر مكعب ميه يوميا لري النص مليون فدان ده. في النهاردة رحنا مقسمين سينا، بس التقسيم اللي انا بقول لك عليه ده ايه، من ايام السادات الله يرحمه. الله يرحمه. انه راح ضايف الحتة اللي شرق القناة بعمق لحد 30 كيلو، كل محافظة محافظات القناة تاخد اللي قدامها. فبقى في 3 محافظات بتاع القناة واخدة ايه في سينا 30 كيلو في عمقها. تمام، بعرض القناة كلها. مفهوم. تمام، ثم محافظة شمال وجنوب. ان شاء الله سينا خلال 20-30 مش هيكون فيها اقل من 3 مليون نسمة، 20-50 6-8 مليون نسمة. بنزرع، بنعمل كل المشاريع، في مدن مليونية في سينا، في مدن مدينة الجفجافة بتاع الرخام، مناطق بتاع مواد البناء، ان شاء الله في بترو كيماويات، بأهل مينا العريش يبقى من اكبر موانئ البحر المتوسط، تاني اكبر مينا حاويات في العالم بتاع شرق التفريعة في سينا. صحيح. بتؤهل مينا النويبع، كل بتعمل شبكة طرق لا تقل عن اللي في موجودة في الدلتا، كل ده 4 جامعات موجودة في سينا. انسى بقى ان حد يقول لي في فقر ديموغرافي، ادي سينا ده رقم واحد. يعني امان سينا من عمرانها وسكانها. خلاص التدفق بدأ. ليه بقى هم مسعورين على سينا دلوقتي؟ أيوة. انت ده ما انت هتعمرها، طب بعد كده نروح فين؟ فمعمال بقى بيفكروا الادبيات بتاعتهم. يعني في 30 يونيو اكتوبر اللي فات ده في مقال اتنشر في هارتس، تمام، وانا علقت عليه وعملت مقال في اكتوبر وجبت الراجل ده. ده امتى يا فندم؟ في 30 اكتوبر 2022 السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. بيقول ايه الراجل الاسرائيلي ده، ناخد 20,000 كيلومتر مربع تلت سينا جنب الحدود، وننقل كل الفلسطينيين عليه ونعمل دوله فلسطينيه الى جوار جنب الدوله الايه الاسرائيليه. يعني عايز يعمل الدوله الاسرائيليه الفلسطينيه على ارضي بالكامل. تمام. وبيقول لك الارض مصر مش هتديها ببلاش. طب مين اللي هيدفع ثمن الارض؟ الدول البتروليه، يعني مش حتى اسرائيل كمان. يعني بيدفع مال غيره بالظبط كده. فتخيل، ادي ادبيات. لا بس دي نقطه مهمه قوي الاشاره اللي حضرتك بتقولها دلوقتي، انه فكره
تهجير الفلسطينيين ونقلهم لسيناء ده مش فكره ولدت اللحظه كده لما حصل هجمات حماس. لا ما انا قصدي عشان الناس بس ما تفهمش انه ايه، ان اسرائيل يا عيني لما اتضربت من حماس يوم 7 اكتوبر فقالت لك الحل بقى ان احنا نوديهم لسيناء علشان نعرف نتعامل مع حماس ونصفيها وبتاع ومش عارف كذا. لا دي فكره ومبيته وقديمه وهم بس اعادوا احيائها باستغلالا لهجمات 7 اكتوبر. بالظبط، هو دلوقتي كل همه شوف بالظبط التاريخ بيعيد نفسه. انا بجري اهو بس عشان اوريلك سنه 55 اول ما الجيش المصري عمل اول صفقه سلاح والجيش ابتدى هيقوى اهو، بن غوريون هو رئيس وزراء اسرائيل سنتها راح جايب ديان وزير دفاعه قال له الحق جهز الجيش نحارب جيش مصر خلال سنه بالكتير قبل ما يستوعب السلاح الروسي او السلاح الشرقي الجديد. نفس الكلام الحق نعمل نزوح في سيناء قبل ما السيسي يزرعها بقى بني ادمين، واخد بالك، او قبل ما تتزرع بالبشر. ده الفكر بتاعهم، ولذلك عمالين بيضغطوا دلوقتي وبكل الطرق مفهوم. انما احنا ولذلك الرئيس لما جاب 134 دوله وثلاث منظمات دوليه وقدامهم وعلى الملأ ابدا لن تكون سيناء جزء من الحل، لن تكون مصر جزء من الحل، ده عقيده صحيح. بس صحيح. عشان نفهم كان كلام الحقيقه مشرف قوي. فدي هم بيرتبوا بيعمل، انما احنا الكل ده فكرنا. والا شوف بقى انا بقول لك اهو، لا قدر الله لو في النهارده عدو زي 5 اكتوبر 73 لسه على الضفه الشرقيه مش هيضرب مدن القنابل المدفعيه، ده هيضرب القاهره بالمدفعيه. احنا على استعداد حد عندنا عنده استعداد لكده؟ نسيب اي حد يجي سينا تحتل تاني؟ ابدا ابدا. ال 100 مليون يعدي يقعدوا فيها صحيح، انما ما يجيلناش حد يقعد على الضفه الشرقيه ويضرب لنا القاهره كل شويه. انت قلت قبل الفاصل ان دم القوات المسلحه ارخص من حبه تراب، ده اللي احنا اتعلمناه يوم وانا بقول لسيادتك ان دم ال 100 مليون مصري كلهم ارخص من فقدان حبه تراب واحده. لا يمكن يدوس على الارض دي اجنبي او مصري، تراب مصر للمصريين ندفن فيه او نمد يعني، انما ما يدس عليه اي حد. استاذ اللواء شرفتني ونورتني واستمتعت جدا 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 بالحوار مع سيادتك، وطول ما في ناس محترمه ووطنيه ومخلصه كده احنا مطمنين ان شاء الله على بلدنا وعلى امن بلدنا. شكرا جزيلا سياده اللواء نصر السلام، شرفت ونورت، ومره ثانيه كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه اعياد اكتوبر. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم، ارجو انه هذا الحوار حضراتكم تتابعوه وتراجعوه وتدرسوه كويس عشان يبقى وثيقه للاجيال الجديده يعرفوا اولا قيمه بلدهم وقيمه جيشهم واللي عملوا في 73، ثم قيمه سيناء وثروه سيناء واهميه سيناء عشان نحافظ عليها بدمنا وبحياتنا وبارواحنا. شكرا جزيلا، خلصت حلقتنا، بكره يوم جديد باذن الله.